نشوف مع بعض ازاي ساهم السوريين في تحسين الاقتصاد المصري المتعثر. تقرير صادر عن برنامج الامم المتحده الانمائي اكد ان اللاجئين السوريين في مصر يساهمون في الاقتصاد المصري باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار. لكن نسبه اكتر من ده بكتير، لان السوريين ما بيسجلوش اعمالهم وبيسجلوها تحت اسم مستثمر او اسم مواطن مصري. عدد السوريين في مصر بلغ اكتر من 120 الف في مصر منذ اندلاع الثوره في 2011، الا ان حكومه السيسي بتقول لا احنا عندنا 500 الف هو كده. ده طبعا بتزود العدد عشان تاخد عليهم فلوس من اوروبا. يعني هو بيقول احنا عندنا عشان ياخدوا فلوس من اوروبا دعم للسوريين اللي هم جايين اصلا يشتغلوا بفلوسهم. طيب تحولوا معانا يا جماعه. تقوم مشاريع السوريين بتوظيف مصريين وبتتيح فرص قدام المصريين علشان يتدربوا ويكتسبوا خبرات، بالإضافة لضخ العملة الأجنبية للسوق المصري وتشجيع التصدير. وجود مشروعات السوريين في مصر أحد الأسباب الرئيسية اللي بتساعد البلاد في الوصول لنسبة النمو المستهدفة. خلدون الموقع رئيس رابطة تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر قال خلال حوار لي مع صحيفة أو جريدة الوفد المصرية، في 30 ألف رجل أعمال سوري بيشتغلوا في مصر وعندهم استثمارات ب 23 مليار دولار. دي مش حاجة ضد السوريين ولا ضدهم، دي حاجة ليهم إنهم بيعينوا الاقتصاد المصري. أصحاب المهارات والحرف من السوريين استوطنوا المدن الجديدة واستطاعوا ملء فجوة في العرض أكثر من أثر المزاحمة للمنتج المصري في ترك المدن في هذه المدن. مساهمتهم في مجال الصناعة الغذائية خفف كتير من صدمات التضخم اللي حصل في البلد في الفترة الأخيرة. بتشير الإحصاءات إلى أن استثمارات السوريين أسهمت بضخ ما لا يقل عن 10 مليون قطعة ملابس في السوق المصري تصنع بجودة عالية.